بالعكس حنا تسافر شي فريق ما عنده الحق او يقدر يعني يعلن جهرا بانه منافسه كاس العرش يعني بالنسبه لي منافسه ثانويه. بالعكس هذه واحد الكاس فخريه عندها دلاله كبيره. حنا ارتباطنا قوي بالملكيه مسؤوله عاديه لا بروف كو جينا اللاعبين لي تيتولير جينا بالتركيبه البشريه اللي مولفه تتلعب لاعبين كذلك لي شونجمون اللي درنا كانوا في مستوى لا اظن. لكن ساعيد ملاحظه بان كنت امني النفس باش يحضروا الجماهير ديالنا. الجماهير ديالنا 50 50 اي اون فيغا اثر بشكل كبير. حنا جماهيرنا واخا يحضروا غير 13 تيعطيونا واحد الدفء كبير لانهم ما تيتوقفوش عن التشجيع وعن مجموعه من الامور لانه تهم امن المدينه. لكن فو لو سينيالي نشيروا لها منافسه كاس العرش 50 50 اليوم كانت 100 0 فوالا هنيئا للمغرب فاسي. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.